دكتورة المهندسة هاني عوينات مدير المدرسة العليا الخاصة لحماية التربية التطبيقية بسوسة ومدير العام للمشروع الأول القمر الصناعي الأكاديمي بسوسة. اليوم نحتفلوا بنجاحنا وفوزنا في مسابقة كتب العالمية المسابقة هذه تندرج ضمن كونكور تحت إشراف الأمم المتحدة تحت إشراف وزارة الفضاء اليابانية من خلال ما يتم منح السيد الفائزة ولا البنات الفائز بإطلاق قمر صناعي بطريقة مجانية عن طريق صاروخ ياباني تحت إشراف الوكالة الفضائية اليابانية. دونك احنا شاركنا بين برشا دول في العالم منذ سنة، قعدنا دونك نتابعوا في البرنامج. الحمد لله اليوم تم لانونس اوفيسيال تاع النتيجة، فازت اسبيتا، فازت تونس كأول دولة عربية أول دولة شمال افريقية تربح الكونكور هذا والكونكور الصناعي. دونك البرنامج والبروجرام خدم عليه مجموعة من الخبراء، مجموعة من الأساتذة الباحثين، مجموعة من الطلبة التونسيين اللي موجودين في داخل وخارج تونس باسم المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا التطبيقية مع شركائنا خاصة الجمعية التونسية للفضاء خبرائها وطلبتها واللجان نتاعها كانوا معنا، معناها كنا وساهمنا بالفوز هذايا ان شاء الله باشعاع اسم تونس في العالم، باشعاع اسم تونس مع البلدان المتقدمه وباشعاع اسم تونس في التكنولوجيا المتقدمه. المشروع هذا على 18 شهر عام باش يصير اول يتم اول حاجه تصنيع القمر الصناعي هوني يظهر البعد الاكاديمي للمشروع هذايا على خاطر باش يشاركوا فيه الطلبه باش يتعلموا من الطلبه باش يكون بناء وتدعيم من الخبراء ومن الاساتذه الباحثين. باش يتم بعد الصنع هذا باش يتم تجربته بيان سور مع كامل شركائنا تحت سلطه الاشراف الموجوده في تونس مع المؤسسات المعنيه، ومن بعدين باش يصير اطلاقه اخر مرحله هي اطلاقه اللي باش تكون في الوكاله الفضائيه اليابانيه على مدى صاروخ ياباني او امريكي هما بعدين يحددوا لنا، واللي هذا باش يكون سنه 2023.